السلام عليكم، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحيحتكم. اليوم راحين نتفكروا الفيديوهات تاع زمان. انا راح ندير معكم جواز خالوطه، هاد الاكلات التقليديه اليوميه اللي البنه ديالهم تجي واش نقول لكم من اروع ما يكون. بورتون كتشوفوا يعني المقادير هنا كاملتك خضره وزويته، وتجي ماكله واش نقول لكم من يديكم. وقبل ما نبداو نحكوا على الوصفه، نصلوا كامله على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بزاف فيكم توحشوا هاد الفيديوهات اللي يكونوا يعني ديريكت، نهضر معكم فيها ديريكت. نحاول ما استطعت باذن الله نعود نديروا هكا وصفات، سورتو هاد الوصفات الصيفيه اللي نحو بهم حيره، وزيد اون بليس يعني كيش نقولوا حنا صحيين وبنان، بنا فريمون. الوغ واش عندنا هنايا؟ جواز خلطه دو كل واحد كيفاش يوجدوا. المهم واش معناتها البقايا تاع الخضره كاملاتك نديروها بصل وطوماطيش، هذه هي. الوغ هنا واش عندنا؟ انا عندي كميه صغيره كيما كنتو تشوفوا تاع مونشتو، راني منقيتها وغسلتها. عندي الخضره، واش عندي؟ عندي حبيبه بطاطا، حبيبه تاع بدنجال، انا مازال ما نقيتهاش باش ما تكحلش. وهنا عندي زوج حبيبات قرعه، ها هم ليك. عندنا بصل وطوماطيش، البصل يعني نقطعوها كجوانح، وعندي طوماطيش اللي نقشروها ونقطعوها هكذايا، يعني ما نسكرفجوهاش نخلوها هكذايا. وعندي هنايا تدبيره بسيطه للمبتدئات، شوفوا معايا هنا الطوماطيش كي نجيو نحولها القشره تاعها وتكون يابسه. انا على بالي كاين اللي يعرف وكاين بزاف اللي ما يعرفش، انا نقول لكم يعني عندي متتبعات مساكن، واش نقول لكم يعني ان شاء الله ربي يقدرني ودائما نقعد نفيدكم. الوغ هنايا كيما نقعدش ما عندناش الوقت باش نغلوها ونحو لها القشره، الوغ واش نجيبو؟ نجيبو موس كيما راكم تشوفوا، وهنا راني خيرت لكم طوماطيش يعني فريمون يابسه. ونبداو نديرو هكذا، شوفوا نبداو نجوزو في الموس الحبه تاع الطوماطيش ديالنا هكا في كل بلاصه. ها نتوما غير تجوزو الموس تبداو تشوفوا القشره ديتاشا تاع الحبيبه تاع الطوماطيش، ها بالخف تتنحى القشره. ونقدروا نستعملوا الطوماطيش ديالنا يعني نقطعوها، ولا باسكو كي نسكفجوها انا سكفتوها. شوفوا هنا ها هاي بدات تطير، ومن بعد نبداو غير نديروها كالقشره. شوفوا كيفاش تروح القشره، ها شوف ما كاش ما اسهل. شوفوا نحو قبل هنايا هكذا القطمير ونبداو نحو فيها، ها شوف ها ما كاش ما اسهل. شفتوا كيفاش تقشرت معايا؟ هذه طريقه من الطرق. وسينو كيما كانوا يديروا زمان كانوا يحكموا الحبه تاع الطوماطيش يغلوها في شويه ماء غير قسم يشوفوا لابو ديتاشات، ومن بعد تيك يقطعوها كيما يحبوا. المهم واش نسحقوا هنا؟ هنا عندي طنجره ولا ان كوكوت مينوت، نطيبوها في كوكوت مينوت. واش نقول لكم هذه الاكله خمس دقائق تكون واجده، واللي ما عندهاش طيبها ديريكتومون يعني في الطنجره. نوري لكم برك الطريقه ديالي. هنا عندنا قلت لكم طنجره، نقرب لكم برك نشعل الطنجره ديالي ونديروا الزيت. وقبل ما نبداو يعني نطيبوا ونصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شوفوا هنايا نديروا واحد زوج مغارف كبار هكاك تاع الزيت. على بالكم هاد الاكلات هادوما اللي ما فيهم ني دجاج ني لحم نديروا لهم شويه تاع لدان باش يجوا بنان، سينو لو كان زعما نشحوا دوك نديروا غير شويه راهي ما تجيش بنينه. سينو نقدروا نديروا مثلا مغرفه تاع زيت نباتي، ومع الاخر نديروا ان فيلي تاع زيت الزيتون. فوالا انا واش راني ندير؟ زمان يعني مالينا كامله كانوا يطيبوا طريقه واحده. واش كانوا يديروا؟ كانوا يديروا الزيت، كانوا يديروا الخضره، يبداو مثلا نقولوا حنايا مونشتو ولا بادنجال ولا المهم يديروا الخضره فوق بعضها، ومن بعد يديروا بصل وطوماطيش ويديروا ملح فلفل كحل شويه فلفل عكري وينقصوا النار ويخلوا هذيك الخلطه تتجمر. لكن انايا واش راح ندير؟ ندير مونشتو باش تطلق لي البنه، نخليها تتقلى في الزيت هي والقرعه. دوك نقيتو تفلت الحبيبه تاع باذنجان، ها هوليك زدت هنايا الحبيبه تاع الباذنجان، الحبيبه تاع البطاطا، نقعدو اللي نقليو فيها في هذاك الميدان. نخليوها هكذا، انا باش ما تتقلاليش الصنطه نديرها شويه ملح هكذا، ملح فلفل كحل شويه بط هكا، ما نغفلوش عليها
غادي نقلبوها. غير تبدا تتخلى تشوفوا ريحه طيبه بدات تطلع. فوالا نخليها هكاك قيمتها شنو نقول لكم واحد جوج دقائق ثلاثه نغطي عليها. هنا برك نحاولوا اننا ما نغطوش عليها نقلبوها هكذا. دوك هنا كي خليتها واحد ثلاث دقائق هكذا يعني نبدا نشمت هذيك الريحه هذيك تاع التقليه. هنا عندي درسه، دوك انا عندي هنا درسه راهي فيها الثوم وفيها الحار، بصح نتوما اللي ما عندهاش تزيد هنا تسكرفتش كاش سنه ولا زوج سنات تاع الثوم. انا هنا شوفوا هكذا ندي هذا مكان لاننا غنديروها بصل وطوماطيش. وهنا حبيبه تاع الحار نخليها تدبر ثاني. هنا العكري ما حبيتش نديرو دركا لانه العكري كي نحطوه مع الاول يلصق مع الزيت ويحرق ويطلق لنا ريحه ماشي مليحه والماكله ديالنا تجي مره. الوغ دو بريفيرونس العكري كي قريب نمرقو ولا يعني نهضر في اكلات واحد اخرين، سينو هاد الاكله هادي نقدروا نجمروها غير في الماء تاع البصل والطوماطيش. معناتها هاد الماكله طيب على نار قليله. دوك انا كي نحط البصل وفوقو الطوماطيش ونخليها تتجمر غير في ماها، سينو اللي تكون مزروبه معليش تعاون بشويه فقط تاع الماء لانه هاد الماكله ما تجيش زغلي والماء يغلي يا اخي هكذا. فوالا شوفوا هنايا نحاول انني نزوم لكم شويه. شوفوا واش نقول لكم واحد الروايح، سورتو كي زدنا الفلفل الحار واحد الريحه. الوغ انا هنا واش ندير، هنا عندي حبه تاع بصل راهي ليك قطعتها كيما راكم تشوفوا جوانح. نخلي هذاك البصل يطلق لي الماء ديالو، نقص النار نغطي عليها هو يبدا يبدا البصل يطلق لي في البله ديالو ويدبر باش تما كندير الطوماطيش راهي ليك قطعناها هكذا قطع صغيره ما نسكفجوهاش لاننا سكفجوها توليك لي مايها وتكلي فيها بزاف المرقه والخلوطه جامي يعني تجي ما تجيش فيها بزاف المرقه تجي مجمره. فوالا شوفوا هنايا ما نخلوش حتى الخضره كامله تيك تتحرحر، هنا غير نشمو ريحه دايو غير تبداو تدوزنوا فيها وتعطوها وقتها على نار قليله تبداو تشمو هذيك الريحه الطيبه تاع التقليه تاع الخضره. دوك انا هنايا ها هوليك طوماطيش، نحط الطوماطيش ديالي نشوف ندوق ولا نزيد شويه تاع الملح. دوك نزيد شويه فلفل عكري شويه تاع الملح فقط ونزيد ندير فلفل عكري الله الله ها ليك تانيك ما نكتروش. دوك هنا نقص النار ونخليها تتجمر. ولا كنتي مزروبه كي نقول لك نقصي النار شمعه وغلقي لا كوكوت مينوت ديالك خمس دقائق واحد الجواز واحد الجواز واش نقول لكم من ارع ما يكون. استغلوا معايا شوفوا اش قلت لكم اللي هاد الماكله طيب في ماها. شوفوا شوفوا البصل كيفاش تلق الطوماطيش كيفاش تلقات بورتو هذا وين يا اخي هكذا. الوغ هنايا في هاد لو مومون كي نشوفوا طلقت الماء ديالها نقدروا نغلقوا لا كوكوت، سينا كيما انا دوك نغطي عليها ونخليها تتجمر. شوفوا هنايا انا غير كيما طفيت عليها شوفوا ولا قطره تاع الماء. شوفوا كاش جات مجمره خويتره. هاد هنايا المريقه هادي غير تاع الطوماطيش وهذاك البصل واحد الروايح واحد الروايح شهيتكم ان شاء الله في الجنه. هاكو تشوفوا الاطباق ديالنا التقليديه ني جات ني لحم والبنه واش نقول لكم عسل. شوفوا هذيك الحبيبه تاع الفلفل كيفاش دبابات. شوفوا هذيك المريقه دوكا تي كنسقيها لكم الله الله. هاوليك الجواز ديالنا شهيتكم ان شاء الله في الجنه. هاكو تشوفوا المريقه ديالو ملبيه الله الله. وهذيك الخضره شوفوا مالغري طايبه راهي حبق. شوفوا شوفوا بطاطا القرعة باذنجان اللوبيا كلش طايب زبدة كلش طايب زبدة بصح محافظ على الشكل ديالو ماشي طيبوها ونخلوها تتحرحر وتولي روينة. لازم يكون كلش طايب حبق ومامتا محافظ على الشكل ديالو. شهيتكم ان شاء الله في الجنة ان شاء الله. هاد الوصفة البسيطة شاركت معكم شحال من جواز خلوطة يعني كل مرة يعني واش كاين الخضرة في البيت ديالنا نقدروا نديروا فيها واش حبينا. المهم الماكلة ديالنا تتجمر وطيب على نار قليلة وما نغفلوش عليها نفقدوها
هذه هي، هذا هو السر تاع البنة. اكو شتو التوابل، ملح، فلفل كحلو، فلفل عكري. وجاتوش نقول لكم تمنيت نقدر ندوقكم. هذه يا حبيبه قلبي بالنسبه للفيديو تاع اليوم، ان شاء الله نالت الاعجاب ديالكم. الى وصفه واحده اخرى في هذه القناه طبعا، ونقول لكم تهلاو لي في روحكم ودمتم حبيباتي في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.